مرحبا بكم في حوار العلماء. يسعدني أن يكون ضيفنا النهاردة الدكتور فاروق الباز. النهاردة أنا يشرفني أن يكون معي زميل عزيز وأخ حبيب الأستاذ الدكتور فاروق الباز. أستاذ الدكتور فاروق الباز يعني مش عارف هقول هعرفه إزاي، أنتوا كلكم عارفينه لأنه فعلا أشهر من نار على العالم. فاروق الباز عالم جيولوجيا مصري، إنما من الجيولوجيا أيضا اهتم بالفضاء، اهتم بقضايا المية، اهتم ببناء البنية الأساسية في الدول النامية وفي مصر بصفة خاصة في العلم والتكنولوجيا، له إسهامات في كل هذه الميادين. النهاردة مش هنتكلم كتير مع دكتور فاروق في جيولوجيا، وإن كان في حتة منها هتيجي في القصة اللي هنتكلم عنها. النهاردة عايزين نتكلم عن مش الأرض، إنما إزاي البشر تركوا الأرض، إزاي البشر حلموا من زمان قوي إنهم يطيروا، وبعد ما فعلا تحقق حلم الطيران تحقق حلم أكبر من هذا بكثير، وهو حلم إن الإنسان يروح القمر. دكتور فاروق الباز كان له يد في هذا العمل الجليل اللي هو من 40 سنة، سنة 1969، 20 يوليو 1969، لما نزل أول إنسان هو نيل أرمسترونج وحط رجله على القمر. فاروق الباز هو اللي اختار المكان اللي كان المفروض ينزل فيه نيل أرمسترونج وباز ألدرين. هنتكلم عن القصة دي مع الأستاذ دكتور فاروق الباز. أستاذ دكتور فاروق الباز دارس في مصر في جامعة عين شمس، ثم درس في بوسطن، ثم بعد كده اشتغل مع السميثسونيان في أمريكا والناسا بتاعت الفضاء، والآن هو المسؤول عن مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن. أهلا بك دكتور فاروق. أهلا دكتور فاروق. إحنا نعرف طبعا أن الإنسان من زمان بيحلم أنه يطير، وأن الإنسان من زمان كان بيحاول محاولات مختلفة من أيام الإغريق وقصص إيكاروس، عن طريق محاولات بعض العلماء المسلمين، إلى السكتشات بتاعت ليوناردو دافنشي، إلى محاولات أوتو ليلينتال في طيران الشراعي. إنما اللي نجحوا فعلا أول ناس كانوا مجموعة من الناس، الواحد يستغرب لهم جدا، كانوا صناع بسكريتات في مدينة، مش حتى مدينة كبيرة في أمريكا زي ما تقول نيويورك ولا بتاع، لا كانوا في أوهايو، وراحوا عملوا التجربة بتاعتهم سنة 1903 الإخوان رايت في حتة اسمها كيدي هوك في نورث كارولينا. يعني إيه اللي ودى ناس محذوفين بيعملوا بسكريتات إلى مكان ريفي بعيد ويعملوا أول تجربة ناجحة للطيران؟ القصة دي ظريفة جدا. ليه؟ لأنها بتقول لنا كلام كتير قوي عن التخيل والاهتمام بالإبداع، وإن الواحد لما يبقى عنده فكرة يقول لك أروح أعملها دي، والواحد اللي يطلع منه الفكرة دي يصح يكون بيشتغل في جراج، يصح يكون في الأوضة بتاعته، يصح يكون في المدرسة، يصح يكون في أي حتة. إنما لما تفكر في حاجة وبعدين تقول تتعمل إزاي دي، طب ما تيجي نعملها، مش هتسكت تقول لا دي حاجة مش معقول تمشي، دي ما حدش عملها قبل كده وتسكت، لا تقول لا احنا لازم نجربها، ايه دي ما تيجي نشوف. وهم لا كان عندهم فلوس ولا كان عندهم كذا ولا اي شيء، انما جدعان قالوا يلا نروح نشوف القصة دي ويجربوها وتنجح وينقلوا تاريخ البشرية الى مرحلة جديدة، الى نقلة كبيرة جدا. مع ان الطيران نفسه كان صغير، كان قصير جدا. انا عايز اوريكم الطيارة اللي طار فيها الاخوان رايت، والمروحة الاصلية اللي استعملوها لسه ما زالت موجودة، والطيارة والمروحة موجودين في متحف السميثسونيان في امريكا. يوم 17 ديسمبر 1903، يوم يجب أن يكون في ذاكرة الإنسانية، لأن في هذا اليوم أوربل وويلبر رايت صناع بسيكلتات بيعملوا عجل في أمريكا تمكنوا من أنهم يبنوا هذه الطائرة
وأنهم يطيروا لأول مرة في كيتي هوك نورث كارولينا. لأول مرة طار الإنسان بمكنة وبجهاز أثقل من الهواء. ويلبر وأوربل رايت فتحوا تاريخ الطيران للإنسان. من المناظر الملفتة في اللقطة اللي فرجناها دي هم طبعا حاطين صور ليهم، انما اساسا برضو عاملين تمثال مانيكان للشخص نفسه في الطيارة، لابسين كرافتات وبدل. يعني مش التخيل بتاع واحد بيعمل محاولة طيران لأول مرة وبتاع، لا يعني الراجل لابس ياقة منشية وكرافتة وبدلة تعرف ليه؟ ليه بقى؟ كانوا عارفين إن المصور هيبقى هناك، كانوا مكلمين المصور اللي هيجي ياخد لهم صورة وهو بيطلع، عايزين يثبتوا ان هم هيعملوا الحكايه دي، فكان عايز يقول لك تاخد صوره، فجاب مصور فقال لك بلا مصور جيزه لا، فكان لازم خمسه شياكه بقى. احنا انا كنت بشتغل في المتحف، انا اشتغلت في المتحف الطيران والفضاء 3 سنين قبل ما يفتتح، وكنا اصرينا ان احنا نجيبها بالطريقه دي بالمانيكان زي ما كان لابس هو الراجل وهو بيجربها. انا عارف القصه الحقيقه طريفه جدا وملفته جدا، لانه برضو كمان انا فهمت انها كانت يعني رحله قصيره خالص، يعني المسافه اللي طارها يا دوب امطار محدوده يعني، انما كانت اول مره ان مكنه بقوه دفع مش بالطيران شراعي، مكنه اتقل من الهواء، لان كان في طبعا قبل كده مونجولفيه كان عمل البالونات اللي فيها هواء سخن وبترتفع وشخص موجود في سله كده بتشيله. انا بنتكلم على مكنه وفيها تحكم انه يقوم وينزل بالطياره، فدي كانت تعتبر فعلا ميلاد عصر الطيران 1903 في نورث كارولينا في امريكا. بالنسبة لي بالذات انه الانسان اللي قعد تاريخ الانسانيه كله الى بدايه القرن العشرين ولم يرى انسان يطير بمكنه، اذا به بيرى مش بس انسان بدا يطير، انما في حياه شخص واحد يشوف الانسان بيصل للقمر 66 سنه. انما قصه القمر دي احنا نرجع لها تاني، خلينا نتكلم على قصة الطيران. طبعا الطيارة دي عاملة زي الورق وزي اللعبة، وكان في محاولات أخرى، في محاولات أخرى منهم رئيس الإسميثسونيان كان بيحاول يعمل طيارة وبينافس الإخوان رايت، فيبدو إن كان في مسابقة كبيرة في هذا الموضوع. يعني أدي شوية صور عن الطيارات الأولانية دهيان والمحاولات بتاعة ناس تانية، ولكن هم الإخوان رايت اللي نجحوا. We'll be right back.
السباق ده كانت الناس حاسة انها تقريبا قربت توصل للطيران وانه اي حد ممكن يكسب، ولا كان لسه متهيألهم انها حاجة بعيدة يا دكتور فاروق؟ لا، كان في شعور كده ان في الناس بتعمل التجارب دي، يبدو انهم فهموا القصة بتاعت العلاقة ما بين التقل والهواء وتعمل ايه عشان تعمل تاخد التقل ده وتعمله اقل من الهواء عشان الحاجة تطير. فكان في كلام كتير جدا في الجامعات الأمريكية كلها بالحساب بالحسابات، ان الوقت ده انه دي لو عمل كذا يبقى عمل كذا، وده يعمل كذا يعمل كذا. فكانوا بدأت الناس تفكر انه دي يبدو انها حاجة هتحصل لانهم ابتدوا يفهموها. وبعد شوية المشوار الصغير قوي ده سنة 1903 اللي هو أمطار معدودة، إذا بنجده إن بلاريوس 1909 بيعدي المانش، بيعدي اللي هو البحر اللي ما بين إنجلترا وفرنسا، ده 30 كيلو تقريبا. فيعني نجح في تعدي ده في طيارة صغيرة جدا. وأيضا قال لي رئيس المتحف جنرال ديلي ان 1909 بداية حاجة تانية في تاريخ الطيران، اول طيران عسكري. دخلت الامور ولسه الطيارات عاملة زي اللعب، واذا بالحرب العالمية الاولى تبتدي 1914. ما بين 1914 1919 لما انتهت الحرب، وتفتكروا طبعا من 1919 ده كان بداية الثورة هنا في مصر، عشان سعد باشا زغلول ورفاقه كان عايزين يروحوا في مؤتمر السلام في فرساي يقدموا قضية مصر والتخلص من الاحتلال البريطاني لودرو ويلسون في فرساي. فالحرب دي ما بين 1914-1919 كانت بمثابة أول استعمالات للطيران في القتل. والطيارات تطورت شوية، هل أخذت قفزة كبيرة من استثمارات بحث علمي من الجيش، ولا كان لسه الكلام ده في المستقبل؟ لا، الجيش ابتدع على طول لما هم شافوا ان في حاجة وسيلة انك تطير فوق الجيش المعادي وترمي القنابل بإيدك وانت طاير بعيد عنهم خالص ما تتأثرش، وتبعد وتنزل تاني وتعبيها تاني مرة وترجع لهم تاني. فدي الناس بتوع الدفاع والحروب، اول حاجه الناس اللي بيعملوا اسلحه ابتدوا يفكروا في ده على طول، اول ما عرفوا ان في حاجه ممكن تعمل كذا وتطير لوحدها وتشيل حموله، والحموله دي ممكن يبي فيها القنابل. فدي على طول ابتدى الابحاث في الحكايه دي. وما تستمر الى يومنا هذا طبعا. لا، وبعد كده ال 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 الصرف العسكري والبحث العسكري له باع كبير في تطوير الطيران في العالم كله، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة يمكن أكتر من غيرها. إنما أنا أقول حاجة برضو، إن ما زال الطيارين كان عندهم شعور بالمشاركة في مغامرة كبيرة، مغامرة إنسانية، مش مجرد قيام بعمل إلى آخره. المغامرة الإنسانية دي حتى أنا أقول للمشاهدين بتوعنا حاجات يمكن ما يعرفوهاش، إن كان في واحد اسمه سانتوس ديمون، وسانتوس ديمون ده كان من المغامرين الكبار في هذه الفترة بدايات الطيران. ومن الحاجات اللي عملها سانتوس ديمون انه عشان كان بيطلع في الطياره عمل الساعه اللي بتتركب في الايد كده. الناس كلها كانت بتلبس ساعه جيب كده، فهو عمل ساعه في ايده اللي احنا كلنا بنلبسها دلوقتي. الساعات دي كلها اتعملت عشان سانتوس ديمون وبدايه الطيران، ودي كان بدايه الساعات اللي تتحط في الايد. ما بعد الحرب العالمية الأولى وقبل الحرب العالمية الثانية كان في مغامرة فريدة من نوعها، وهي تشارلز لينبرغ 1927 بيعدي من نيويورك إلى باريس لبورجيه، رحلة إنه يعدي الأطلنطي في طيارة يمكن يأدي المسافة دي مرتين وثلاث مرات بالكثير قوي. شوفوا طيارة تشارلز لينبرغ لوحده ركب في الطيارة دي وعدى الأطلنطي.
made it. Charles A. Lindbergh landed at Le Bourget Airport, Paris at 5:24 this afternoon. انت قعدت في المتحف ده وقعدت دكتور فاروق صممت وقعدت في الطياره دي وصممت الاجزاء كتير من العرض اللي فيها. انا مش قادر اتخيل ان واحد يقعد 39 و 33 ساعه اكتر من 30 ساعه في برد فظيع وبعدين من كتر ما كان محتاج لوقود قفل الشباك اللي قدامه فكان بيضطر يمير بره الشباك كده عشان صحيح الكلام ده كله ولا اساطير؟ لا 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 كل ده صحيح ما فيهاش اساطير. لا لا ده كل جزء من المخطط بتاع الطيران والكلام اللي كتبه اول ما نزل. لا لا ده جزء من الرحله ده يعني تاريخ جزء من التاريخ يعني تاريخ ما فيهاش مبالغه يعني. لا 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 ما فيهاش مبالغه لا لا. انما كان الانجاز بتاع لينبرج اشعل مخيله العالم. ليه؟ لانه كان لوحده وبقدرته هو الشخصيه، اولا انه يعرف هو رايح فين، وبعدين يعرف يقود الطياره دي اللي هي عمرها ما عدت حاجه زي كده، بياخد حياته في ايده، فيها شجاعه، فيها علم، فيها هندسه، فيها كل الصفات المجمعه في رحله واحده. فكان فيها زي اللي عايز يطلع اعلى جبل في العالم ويطلع لوحده ومبقاش معاه حاجه تانية ومش عارف هياكل فين ومش عارف السكه فين وهيعمل كذا، دي مغامره. فكانت جزء كبير جدا من الـ الشعور بالمغامره دي ما زال موجود في ناس اللي هي بتحب الطيران النهارده اللي ملهاش دخل بالعمليه انما تروح تتعلم تطير، لسه الجزء ده موجود. لسه الجزء موجود وعلى فكره زي ما انت قلت فعلا دي يعني حاجه لازم نقول للمشاهدين بتوعنا، احنا طبعا متعودين دلوقتي بناخد طيارات بتاعت شركات كبيره وطيارات ضخمه وكلنا بنركب في الطيارات ومش عارف ايه مطارات رايح جاي. اهميها كانت فعلا مغامره الواحد مش عارف هيوصل ولا مش هيوصل. ومن ضمن الناس برضو لازم نذكر لهم السيدات اميليا ايرهارت، كانت من اولى الشخصيات المقدامه اللي دخلت في مثل هذه المغامرات، وهي اختفت دفعت بحياتها ثمن المغامرات بتاعتها بعد ما انجزت ارقام قياسيه كثيره جدا، وما زالت الطائره بتاعتها ايضا محفوظه في السميثسونيان مش كده؟ هي اختفت طبعا مش عارفين هي راحت فين، انما طائره اخرى من الطائرات بتاعتها اللي استعملتها موجوده في السميثسونيان وادينا شفنا صورتها اهو. Aviation, this young modern giant, exemplifies the possible relationship of women and the creations of science. Although women as yet have not taken full advantage of its use and benefits, air travel is as available to them as to men. دخلنا في الثلاثينات والاستعداد للحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية كانت أكبر وأشرس حرب في تاريخ الإنسانية، تاريخ كله يعني دون منازع، يعني أرقام الناس اللي قتلت فيها بتخلي الحرب العالمية الأولى تبان إنها يعني بسيطة نسبيا بالنسبة لها. وهنا بقى لعب الطيران دور أساسي جدا لانه زاد قوي في النقل، نقل البني ادمين ونقل المعدات الحربيه. كان زمان في الحرب العالميه الاولى كان يعني شغل الطياره في الحرب ايه؟ انه الراجل الطيار كان بياخد شويه قنابل وبيرميها كده بس كده، فين الجيش اللي تحته وبيرميها قنبله قنبله، هياخد كام واحد؟ 20 30. انما لما جت الحرب العالميه الثانيه عرفوا ان ده ممكن الطائره ممكن تستخدم في النقل، نقل الجنود، نقل الوقود، نقل المعدات العسكريه، نقل كذا، فديا كانت طفره جديده خالص. صحيح. وفي ايضا يعني طيارات مقاتله بقى ظهرت ولعبت دور كبير في انقاذ بريطانيا لما سقطت اوروبا كلها قدام النازي المانيا النازيه، ف
فوقفوا مجموعة من الطيارين البريطانيين وحموا بريطانيا من الغزو الألماني اللي كان متوقع عليهم يعني في الأمور دي. فالطيارات المقاتلة بدأت تبان، إنما يمكن يعني أنت قلت إنهم كانوا حاملات، وكانوا حاملات قنابل أيضا. وأنا أحب أوري المشاهدين بتوعنا يمكن أهم وأشهر طائرة حاملة قنابل، طائرة إنولا جاي. احنا هنا قدام التاريخ، قدام التاريخ. الطيارة دي إنولا جاي طيارة غيرت مسار الإنسانية. هي قاذفة قنابل من صنع بوينج، طار بيها بول تيبتس ورفاقه يوم 6 أغسطس 1945، ومن هذه الأبواب أسقطوا القنبلة الذرية اللي سقطت على هيروشيما وأنهت الحرب العالمية الثانية، وبدأت عصر الذرة في التعامل العسكري. Every productive enterprise the Japanese have in any city. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. And suddenly I saw a light, like magnesium light, flashlight. After a while, we saw a procession of people coming from the outskirts of the city up the valley. And the end is not yet. And looking down from thousands of feet, all I could think of, my God, what have we done? هذه الطائرة غيرت التاريخ، كانت الرحلة الأولى اللي راحت على هيروشيما وأسقطت القنبلة الذرية. فدخل الإنسان في العصر النووي، ودخلنا في تصورات جديدة لما يمكن أن يحدث. وطبعا في قنبلة تانية بعدها بكم يوم في ناجازاكي، ثم استسلمت اليابان وانتهت الحرب العالمية التانية مع استسلام اليابان. المهم في هذه القضية هي ان الطيران، يعني على عكس ما الناس كانت متصوره، الطيران وهو لسه يمكن السلاح الوليد بالنسبه للبحريه وللمشاه حتى للمدرعات والمدفعيه كلها، ان يكون الطيران هو اللي بيضرب الضربه القاضيه صح وينهي الحرب العالميه الثانيه ويبدا العصر النووي، كان سلاح الطيران من حامل الطيران. بدأ بقى ظاهرة الطيران المدني من بعد الحرب العالمية الثانية. هسألك سؤال يا دكتور فاروق، ليه الإنجليز هم اللي نزلوا أول طيارات نفاثة، ولكن أول طيارة ناجحة كانت البوينج 707، وبيقال عليها إن هي اللي فتحت باب الطيران المدني النفاث؟ ايه اللي حصل ما بين الطيارات البريطانيه الكوميتس واللي حصل مع البوينج 707، اللي على فكره الاولى منها موجوده في متحف ايضا السميثسونيان، وادي صورتها. كثيرا ما نتصور ان هناك فاصل واضح بين الطيران العسكري والطيران المدني، ولكن هناك تداخل بين الاثنين. فهذه طائرة بوينج 707 التي تمثل
ربما أنجح أولى الطائرات النفاثة في الطيران المدني، ولكنها بدأت أيضا كطائرة نقل للقوات العسكرية الأمريكية. This is it, the first American commercial jet capable of economical transatlantic service, the Boeing 707 Jet Clipper, much higher and faster than you've ever flown before. Jet speeds will help to accomplish one of man's long-sought goals, an easy interchange of peoples throughout the world. Transoceanic flights now become short hops, 6.5 magic hours to Europe. ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى الانجليز بدأوا والامريكان هم اللي كسبوا السوق كله؟ الامريكان عندهم حاجة مهمة جدا، وهي ان المنظر مهم جدا، وراحة الانسان مهمة جدا، والتوسع في العملية مهم جدا، لان اللي عايزين يعني ان السوق بتاعه لازم يبقى كبير. هجيب السوق كبير ازاي؟ لازم هيبقى منظري كويس، لازم تبقى عندي راحة في اللي انا هقدمه، وانا يكون عندي رحلات كتيرة قوي، فانا ناوي اعمل طيارات كتيرة جدا. يا اخوانا ما تخافوش، مش عنديش 10 طيارات بس، انا ممكن اجيب لكم 200-300. طب دي ملفتة الحكاية دي، لان يعني اذا دخلنا فعلا في الماس ترافل، اللي هو يعني الناس كلها بتسافر بقى، ما بقتش حاجة بس لصفوة الصفوة زي ما كانت ما بين الحربين، مش كده؟ تمام. فتغير المفهوم بتاع الطيران والطيارة. فاحنا كان الناس اللي هي بتعدي من اوروبا لحد امريكا بتاخد على الاقل اسبوع في المركب وكذا، دلوقتي لا، قلنا في الطيارة ناخدها في 6 ساعات، 100 ولا 10 ساعات حتى، كان زمان 100 عظمة، يلا 10 ساعات اسلي بكتير. فالسرعة كان لها دور طبعا في العملية، والراحة كان لها دور، انما والكم بتاع الرحلات وانها مناسبة مش مرتبطة بمواعيد محددة، في تقريبا كل يوم في طيارة وحاجات زي كده بتروح تربط الرحلة. انا بفكر فيها بشكل تاني، الرحلة بتاعت ليندبرغ اللي عملها لوحده وكانت معجزة المعجزات اصبحت حاجة عادية جدا بيعملها اي حد، بانه مجرد يشتري التذكرة زي ما تشتري تذكرة اتوبيس وتعدي رحلة. المغامرة اللي خلت العالم كله يحيي ليندبرغ. لا بس النقطة ايه؟ ان دي كلها في اقل من 30 سنة. 30 سنة قفزة حصلت رهيبة. انا هرجع تاني واسألك على الحكاية دي بعد شوية، لانه من المذهل ايه اللي خلى سرعة التطور التكنولوجي في قضية الطيران بهذه الصورة، كما فيما بعد سنجده في تطور الكمبيوتر، كما سنجده في تطور البيولوجي وفي قصة القمر، انما في بعض الميادين الاخرى ما تطورناش بنفس السرعة. الطيران تطور بسرعة رهيبة، يعني معجزة المعجزات بتاعت ليندبرغ 30 سنة بعديها اي واحد عادي يشتري تذكرة ويركب ويعمل. في تاريخ الإنسانية من أولها إلى آخرها كان الترحال من مكان إلى آخر مهم. كلما كانت الرحلة أسهل وأسرع وأحسن، كلما كان الأمر بيخطر، البني آدم بيخطر. يعني من القدماء المصريين هم كانوا بيلفوا، بيروح على أوروبا، بيروح على قصدي على في شمال الشرق، في الجنوب، في أي اتجاه، كان عايز يعرف الارض دي شكلها ايه وفين، وانا عايز اسافر لها ازاي. يعني انا استغربت جدا انه في بعض القراءات اللي عملتها لقيت ان في ملك مصري من 1750 قبل الميلاد كان عايز يقول لو احنا لما نروح على الشرق بنلاقي بحر ونطلع في الشمال نلاقي بحر، البحر ده متصل بالبحر ده ولا لا؟ فجاب الرئيس الجيش بتاعه وقال له انا عايزك احطك في مركب تطلع من الناحيه دي وتجي لي من الناحيه الثانيه. راح خد الطياره، خد المركب بتاعته وفيها اكتر من 30 واحد وركبوا المركب دي ومشيوا جنوبا في البحر الاحمر. خدت 3 سنين على ملف افريقيا كلها اثبت ان افريقيا جزيره. ده عملها 1750 قبل الميلاد. قبل الميلاد
احنا حطينا اسمه على القمر، كان الراجل كان الملك اسمه نخوع، ما حدش يعرفه، انما ده اللي اثبت افريقيا حواليها ميه من كل ده. فالناس من زمان قوي بيحبوا الترحال الرحل، وعايز يعرف الحته دي تاخد قد ايه والمشوار ده فين، وانا لو كنت عايز اعمل حاجه اشتري من الحته دي فين ولا اروح فين. طيب كل ان انا لما الاقي الوسيله دي بتسهل لي الدنيا واروح مرتاح واروح بسرعه، وفي حد واقف، كانت المضيفات دي زمان كانها زي الممرضه، لو حصل اي حاجه الممرضه تاخد بالنا منها وتعمل كذا، على طول كل بني ادم في اي في الدنيا عايز يعمل الرحله بتاعته دي الاسهل والاسرع مهما كانت سفرتها. فده اللي خلى البني ادمين كلهم في العالم كله بيسافروا بالطيارات النهارده، رخيصه وامنه وكويسه. انما برضو شعور المغامره استمر، لان بعد الحرب العالميه الثانيه الانسان جابه حاجز جديد سمي بحاجز الصوت، ان الطياره لما تيجي تقرب جنب سرعه الصوت وتضغط عليها كان تنفجر وكان يحصل لها مشاكل الى اخره، لغايه ما تمكن واحد اسمه تشاك ييجر انه في طياره، على فكره يعني برضو لعبه صغيره شكلها فاروق شكلها زي مرتين كده المسافه اللي بيني وبينك دلوقتي بتاع كده اهي. طب شوفوها، طب شوفوا عشان تعرفوا ان انا يعني ما بكترش في الكلام اهو. شوفوا الطياره بتاعت تشاك ييجر. هي دي بقى الطيارة اللي أول واحدة عدت حاجز الصوت. إيه بقى حكاية حاجز الصوت ده؟ وليه بيقولك لا بيحصل زي انفجار لما بيعمل صوت كده والناس بتسمعه وبتاع، وكانت الطيارات بتنفجر ليه وبعدين ما انفجرتش ليه بقى بعد كده؟ اللي هو سرعة الصوت بتاعتنا. يعني أنا بكلمك دلوقتي الصوت أنت بتسمعني لأن في بيني وبينك هوا، والصوت هو ذبذبات بتتنقل من بقي لحد ما توصل لودانك، الودان بتسمع أنت تاخدها. دي سرعة الصوت. مظبوط. اوكي. وهي سرعه تقارب ايه 1000 كيلو في الساعه؟ تقريبا يعني خلينا نقول تقريبا كده يعني زي بعضه. السرعه دي هي دي اللي احنا كنا بنعتبرها دي السرعه الاكثر الذي نعرفها، غير حاسين في سرعه الضوء اكثر، انما سرعه الضوء هي كده اللي هي ممكن اي حد هيعدي في الفضاء في القصد في الهواء يبقى هيمشي بالسرعه دي طول ما هدي ماشيه بالعادي موجوده. اللي هيعدي سرعه الصوت دي هيحصل ايه؟ يعني لما اي حاجه معدنيه هتعدي السرعه دي ايه اللي يحصل ليها؟ فكان في تخوف على وجه العموم ان هو مفيش اي حاجه معدنيه، وحاجه خصوصا مغلفه ما يعني ما هياش وان كتله لوحدها هيحصل فيها ايه؟ لان ما هو جواها هوا والحته اللي فيها الكابتن هوا وفي ده ايه اللي بيحصل بقى اذا كان ده نفسه ما يمشيش فيحصل ايه؟ فكان في دايما تخوف كده. في مجموعه من الطيارين يقول لك ليه؟ وانا ما احنا لازم نجرب.
واحد منهم هو ده تشاك ييجر، ده شخصية ظريفة جدا لما تكلمه تلاقيه راجل غريب جدا في 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 في, في شخصيته، عادي خالص بسيط للغاية، ما هوش فاكر نفسه انه هو عمل يعني حاجة كبيرة. يقول لك نوم احنا كلنا كنا، احنا كنا انا كنت مع شوية شباب كنا ستة سبعة كنا بنعملها، اي واحد فينا كان يعملها يعني، مش انا ما عملش عملة كبيرة. وينزل في الطيارة دي ويعدي، وهم كانوا كلهم مستعدين يعملوها، اي واحد منهم كان بيعملها كانوا بيعملوا تجارب، وراح معديها وزود عليها شوية، يعني مش بس قال لك انا هعدي سرعة السرعة دي واسكت، فراح مزود عليها كمان عشان يثبت انه لسه حاجة، وعرف ان هي بعد مدة الطيارة ابتدت تتهز جامد، وابتدى يقول ان هنا لو زودت زيادة عن كده هتدشدش، لان التركيبة بتاعت الطيارة نفسها كانت معمولة على هذا الاساس، فهو هدى شوية ونزل على اساس ان هو يجيب لهم المعلومة دي عشان يعملوا الطيارة اللي تعدي اكتر من كده ازاي، كان عايز يوريهم نفسه. بس عظمة. لا الحقيقة طبعا هو انجاز عظيم، وفي برضو صدى من الانجاز بتاع لينبرغ. وستستمر قصة الطيران دائما برضو ان في شخصيات مقدامة، شخصيات مغامرة بتحاول انها توصل الى ما هو ابعد واسرع واكبر. في نفس الوقت تطورت الطائرات من ناحية، ومن ناحية تانية كانت الصواريخ بتتطور. وهنرجع لقصة الصواريخ مع قصة زيارة القمر، انما نسيب الصواريخ ونرجع لها تاني. انما حصل لسه تطور جديد في قضية سرعة الصوت دي. اول حاجة طبعا ان المقاتلات العسكرية، الطيارات العسكرية كلها كانت بدأت انها تطير اسرع من سرعة الصوت، وحتى مرتين قد سرعة الصوت. ولأول مرة طلعت بريطانيا وفرنسا وعملوا طيارة ركاب مدنية اسرع من سرعة الصوت اللي هي الكونكورد سنة 72. أنا ركبتها أكثر من مرة الكونكورد، أدي صورتها. عسكريا بقى في قصة بتحكى على طائرة أخرى أسطورية اللي هي البلاك بيرد، اللي هي الطائرة الاس ار 71. دي طيارة نحب ان المشاهدين بتوعنا يشوفوها، لانها طائرة اولا نظرها يعني ملفت الى يومنا هذا، مع انها قعدت تطير حوالي 20 سنة. كانت أمريكا تستعملها في اختراق الدفاع بتاع الاتحاد السوفيتي وتصوير الاتحاد السوفيتي، وإلى يومنا هذا عندها كطيارة مش كصاروخ عندها الرقم القياسي للسرعة ورقم القياسي للارتفاع، وأظن رقم القياسي كمان للمدة، ولا مش عارف يعني. هي فعلا من الطائرات الملفتة جدا في هذا. خلفي طائرة لوكهيد اس ار 71، وهي الطائرة التي ما زالت لديها الرقم القياسي في السرعة ورقم قياسي في الارتفاع للطائرات المختلفة إلى يومنا هذا. Thank you.
عاش ولا واحدة منهم. يعني استمرت إلى الآخر. في بعد كده بقى عملوا طبعا الـ F-111 اللي هي ما بتعملش زي ما انت قلت الستيلث بومرز والحاجات دي كلها. انما في دي ما التطبيقات المدنيه بتاعتها يعني الرادارات دي احنا ما لهاش تطبيقات مدنيه عندنا. لما نقدر نرجع تاني ونبص ونشوف ان جزء من فتره الطيران عدى جاء جنبه الصواريخ وفتره الذهاب الى القمر رحله القمر واستمر طيران بعد كده. يعني كونكورد دخل في الخدمه بعد الوصول الى القمر والطيران ما زال شغال معانا الطيران المدني. وان كان رحله القمر لسه هي اللي تمثل اكبر مغامره وعايزين نرجع لها. انت لما تنظر للقفزه اللي حصلت في القرن العشرين بالنسبه للطيران بالذات انطباعك وانت اشتغلت عن قرب في تصميم وتنفيذ متحف الطيران والفضاء في السميثسونيان في واشنطن، هل العملية دي بتجذبك وبتشدك ولا بترجع تاني لجذورك الجيولوجية وتقول انا بتاع الارض انا مالي ومال الجماعة بتوع الجو دول في الهواء بتوع الهواء بتوع الهواء ده جماعة الهوائيين دول؟ لا في الحقيقة مهما كان قصة الطيران قصة نجاح العقل الإنساني بشكل راقي. إزاي البني آدم بيفكر في ما حوله من 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 كل الأشياء، ودي حاجة مهمة بالنسبة لنا من شخصيتنا من الدين كل حاجة بتقول لنا لازم الواحد يبص ويتفرج ويتعلم ويعرف ما هو إيه اللي حوالينا ده. وبعدين تبتدي تعرف اللي حواليك ده إيه وتعرف تتعايش معاه إزاي وعايز تستكشف فيه ايه عشان الوازع الاستكشافي، لان الهواء ده فوق الهواء ايه ما لازم نعرف. مش هعرف اشوف ايه اللي فوق الهواء الا اذا طلعت فوق الهواء، اطلع فوق الهواء ازاي؟ كل الكلام ده جزء من الوازع الانساني للعلم والمعرفه، ودي حاجه مهمه جدا واثبت لنا ان الوازع الانساني للعلم والمعرفه بيوصلنا الى حاجات كثيره جدا ويسهل حياتنا يفتح افاقنا ويخلينا نعيش حياه سعيده مثل الحكايه بتاعت الطيران دي قصه الطيران. رحله جميله مع دكتور فاروق الباز استرجعنا فيها مغامرات بدايه الطيران لغايه ما وصلنا للطيران اعلى من سرعه الصوت، الطيران التجاري في كل مكان في العالم. رحله جميله. نشكر دكتور فاروق الباز على مشاركته معنا في حوار العلماء.